بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، المسألة بتقول locate the centroid of the area في الشكل المواضح. الاريا الكومبوزيت اريا هنقسمها لأشكال معروفة بالنسبة لنا، نقدر نحدد السنترويد ليها من خلال قوانين احنا عارفينها، زي مثلا المثلث السنترويد بيبقى تلت من القاعدة وتلتين من الرأس، المربع بيبقى في نقطة التلاقي أو تقاطع القطرين، المستطيل كذلك في نقطة تقاطع القطرين. فأنا هقسم الشكل لمثلث ومربع ومستطيل محذوف. إزاي؟ هذا أول حاجة، المثلث أهو أقدر أحدد السنترويد ليه، وبعد كده ده أول شكل. الشكل التاني هاخد المربع كامل اللي انا احدده اهو، هذا المربع اللي هو الشكل ده كده كله بالمستطيل، ابعاده معايا او بعده معايا 3، طول الضلع 3، كل الاضلاع متساوية. طيب كده اقدر احدد مساحته واقدر احدد سنترويد برضو ليه. تالت جزء هيبقى الجزء ده اللي هو المستطيل، ولكن مساحته هاخدها بالنيجاتيف، هقول هو الجزء ده لأنه فراغ مش موجود معي. أنا كده قسمت المسألة، أبدأ أجيب المساحات لكل جزء، قسمتها لثلاث أجزاء، أول جزء هو المثلث، تاني جزء المربع، تالت جزء المستطيل بس محذوف. لما أنا آخد المربع بالموجب والمستطيل بالنيجاتيف بالسالب، الموجب مع السالب هيديني الشكل اللي هو عايز يوصل له اللي هو الشكل ده. ال A أو المساحة، مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. أنا معايا القاعدة بتلاتة من هنا لهنا، قاعدة المثلث بتلاتة، والارتفاع من هنا لغاية النقطة دي باتنين وواحد برضو تلاتة، يبقى الارتفاع والقاعدة معايا يبقى نص في تلاتة في تلاتة بأربعة ونص. تاني جزء اللي هو المربع، المربع مساحته بتساوي الطول في الطول الضلع في نفسه، طول الضلع بواحد واتنين تلاتة من هنا لهنا بتلاتة، يبقى 3 في 3 ب9. بعد كده الجزء الثالث اللي انا هاخده بالنيجاتيف اللي هو المستطيل، ادي البعد الاول ليه، ادي البعد الثاني اهو، نقفله بالشكل ده كده. البعد الاول اللي هو بيساوي ده اللي هو ب1، البعد الثاني اللي هو ب2. طبعا الطول ده بيساوي الطول ده، وكل الضلعين متقابلين متساويين، ده ب1 وده ب1 وده ب2 وده باتنين. مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض، هتساوي الواحد في الاتنين، طيب أو الاتنين في واحد. طيب يبقى بإيه؟ بسالب اتنين، لأنه إيه؟ أنا عندي المساحة ديت هشيلها أو أحذفها. طيب كده أنا قدرت أجيب الإيه؟ مساحة المثلث، مساحة المربع، مساحة الإيه؟ المستطيل. بعد كده عايز أوصل للإكس والواي لكل جزء، الاكس سي والواي سي لكل جزء. اول جزء اللي هو المثلث، الاكس بيبقى او السنترويد بيبقى تلت من القاعدة وتلتين من الرأس، تلت من القاعدة وتلتين من الرأس، او تلت من الارتفاع وتلتين من الرأس. لو انا همشي في اتجاه الواي يبقى تلت من القاعدة وتلتين من اتجاه الرأس، ولو همشي في اتجاه الاكس يبقى تلت من الارتفاع أو من الواي وتلت من النقطة دي. طيب يبقى كده تلت وكده تلتين، كده تلت، المسافة دي تلت والمسافة دي تلتين، تلت في تلت في الإكس أهو وتلتين، وهنا تلت، وهنا المسافة دي من هنا لهنا
تلتين. طيب انا هاخد من القاعدة، لو انا هجيب الواي مثلا الاول، الواي اللي هو هيبقى المسافة من الاكس اكسس للنقطة اللي هي المسافة دي، اللي هي هتبقى التلت، تلت الارتفاع، والارتفاع عندي التلاتة يبقى بواحد، يبقى الواي بواحد. طيب بعد كده انا عايز اجيب الاكس، يبقى تلت من الارتفاع اهو، وتلتين من النقطة، طيب او من الرأس، تلت من الارتفاع وتلتين من الرأس. تلت من الارتفاع انا عندي القاعدة كلها تلاتة، يبقى امشي تلت، تلت من الاوريجين او من الارتفاع اللي هي المسافة دي من هنا لهنا اللي هي التلت في تلاتة برضو بواحد، يبقى الاكس بواحد والواي بواحد. انا مشيت في اتجاه الاكس الموجب، ومشيت في اتجاه الايه الواي السالب، تلت هنا ومشيت برضو تلت هنا، مشيت تلت هنا ومشيت تلت هنا، تلت في تلاتة بواحد وتلت في تلاتة بواحد. طيب رقم اتنين اللي هو المربع، المربع عندي مربع اهو، دايما بيبقى السنترويد هو نقطة تلاقي أو تقاطع الإيه القطرين. لو رسمت محور تماثل من هنا هنا كده رأسي هينصف الضلع ده وينصف الضلع ده، لو رسمت محور تماثل أفقي هينصف الضلع ده وينصف الضلع ده. هذا نطبق الكلام ده على المربع هنا، هذا هنرسم محور رأسي وأرسم محور أفقي، يبقى ينصف الضلع ده. طب الضلع ده التلاتة، يبقى نص واحد ونص، يبقى من هنا من الأوريجين ل السنترويد اللي هي المسافة دي، أو من محور الواي للسنترويد، أنا كده مشيت في اتجاه إيه؟ مشيت في اتجاه الإكس بس السالب، يبقى سالب واحد ونص اللي هي المسافة اللي هي نص التلاتة اللي هي المسافة دي، من هنا من السنترويد لمحور واي، من السنترويد للأوريجين بواحد ونص بس نيجاتيف، يبقى سالب واحد ونص. ده اللي هو الاكس سنترويد للمربع سالب واحد ونص. طيب الواي بار بقى قلنا ان ده هينصف ده برضو، هينصف الضلع ده، المحور الرأسي هينصف الضلع ده، والمحور الأفقي هينصف الضلع ده. أنا عارف إن الضلع ده برضو بتلاتة، الضلع ده بتلاتة، يبقى الضلع ده بتلاتة، يبقى نصه بواحد ونص. أنا همشي من الأوريجين لغاية ما أوصل للنقطة اللي هي المسافة دي، هي برضو المسافة دي اللي هي من الإكس أكسس للسنترويد، المسافة دي قد المسافة دي اللي هي بكام؟ اللي هي بنص التلاتة اللي هي بواحد ونص في اتجاه الواي الموجب. رقم تلاتة اللي هو المستطيل، المستطيل برضو بيبقى السنترويد بيبقى نقطة تقاطع القطرين، هذا المستطيل نقطة تقاطع القطرين هنا كده. طيب لو رسمت محور برضه هينصف الجزء ده وينصف الجزء ده، ولو رسمت محور أفقي هينصف الجزء الطول ده وينصف الطول ده. طيب نطبق الكلام ده هنا، هذا المحور الرأسي وده المحور الأفقي، المحور الرأسي هينصف الجزء ده، الجزء ده بواحد، يبقى ده نص وده نص. طيب نص هنا والجزء ده كام؟ من هنا كده لهنا كام؟ اللي هو الجزء ده. طيب الجزء ده كام؟ الجزء ده تلاتة ناقص الواحد باتنين، يبقى عندي اتنين وعندي نص في اتجاه الإكس، اتنين ونص، اتنين ونص في اتجاه الإكس بس السالب، علشان أوصل للنقطة دي من محور واي، علشان أوصل للنقطة دي عشان أمشي في اتجاه الإكس السالب من محور واي أو من الأوريجين للنقطة، عاوز كام؟ أمشي مسافة اتنين ونص، اتنين ونص في اتجاه الإكس السالب، يبقى الإكس بار أو الإكس سي
للمستطيل بسالب 2.5. الواي الواي 3، قلنا ان لو رسمت محور افقي بقى، لو رسمت محور افقي هينصف الضلع ده، الضلع ده باتنين، يبقى ده واحد وده واحد، والضلع كله والضلع ده كله تلاتة، هو ده برضو تلاتة، يبقى ده واحد برضو، يبقى المسافة دي واحد والمسافة دي واحد، يبقى المسافة دي كلها كام؟ اتنين. المسافة من السنترويد لمحور اكس بكام؟ باتنين. ادي الاتنين كده. انا قدرت احدد ال A لكل جزء، ال X وال Y لكل جزء، حطهم في جدول. ال A للمثلث بالموجب بالبوزيتيف، وال A للمربع بالموجب، ناقص ال A للمستطيل بالنيجاتيف لأنه فراغ فراغ، يبقى هاخده بالنيجاتيف بالسالب. أجمع التلات مساحات 4.5 بـ9 بسالب 2 بـ11.5، وآخد الـ x والـ y لأول مساحة 1 و1، الـ x والـ y لتاني مساحة سالب 1.5 و1.5، الـ x والـ y لتالت مساحة سالب 2.5 و2، الـ x a والـ y a هو حاصل ضرب الـ x في الـ a كله وإشارته، 1 × 4.5 × 4.5، سالب 1.5 × 9 سالب 13.5، سالب 2.5 في سالب 2 × 5. أجمع دول كله بإشارته، 4.5 ناقص 13.5 زائد 5 بسالب 4. واي اي اللي هو حاصل ضرب الواي في المساحة، 1 واحد في 4.5 × 4.5، 1.5 × 9 سالب 13.5، إيه لا هنا بـ13.5، 1.5 × 9، 5 أو 2 في سالب 2 بسالب 4. أجمع دول يدينا 14. بعد كده عشان أجيب الـ x بار، هو summation x بار a على الـ a. فين summation x بار a؟ أدا x بار a summation اللي هو الجزء ده اللي هو المقدار ده، ده بسالب a بسالب 4، أقسمه على summation الـ a بـ11.5، يطلع لي 3.3. الـ y بار summation y بار a على summation الـ a، y بار a اللي هو 14، طب و summation الـ a بـ11.5 يطلع لي 1.22. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنشرح إيه المسألة بحل تاني. مع السلامة.